كيف تمكن القاتل من ارتكاب الجريمة؟ ولماذا فتحت الراحلة سوزان تميم باب الشقة ومعروف عنها الخوف والارتياب الشديد والسرية في تحركاتها لمعرفتها تهديدات مسبقة كما يقول من عرفوها ومن كانوا قربها؟ أردنا فهم وقوع الحادث، فقمنا بإعادة تمثيله بناءً على معلومات محاضر التحقيق وتفسيرات بعض المختصين. دخل القاتل إلى البرج الذي كانت تسكن فيه المجني عليها من مدخل موقف السيارات، وكان يحمل معه كيساً بلاستيكياً أسود اللون عليه علامة تجارية معروفة، وبيده الأخرى ورقة بيضاء وهي الظرف الذي وجد بين الملابس المدمى. تحدث إلى أحد رجال الأمن وسأله عن رقم إحدى الشقق، لكنه لم يذهب إلى غرفة الأمن كما طلب منه، بل سلك يمينا في اتجاه المصعد. دق الجاني جرس الباب وأخرج ظرف رسالة أبيض اللون، متظاهرا بأنه مندوب من الشركة العقارية التي اشترت منها سوزان تميم الشقة التي تسكن فيها لطمأنتها كي تفتح الباب. وعندما فتحت الباب قليلا لتعرف ماذا يحمل معه، فتح هو الباب عنوة وبادرها بلكمة قوية تجاه أنفها كي تفقد الوعي ولو للحظات، ما يفسر آثار الكدمات على شفتيها. انهارت وحاولت الدفاع عن نفسها، لكن السكين كان أسرع وأنهى حياتها. جمعتها شرطة دبي. وأخيرا وقبل أن يغادر المبنى، نزل الجاني إلى الطابق السفلي لشقة المجني عليها ووضع ملابسه التي عليها آثار دماء في الصندوق المخصص لخرطوم الحرائق، وبعدها أخذ المصعد إلى ردهة الاستقبال الرئيسية وغادر برج الرمال رقم 1، ليس من موقف السيارات الذي دخل منه. على الفور وبعدما رأت شرطة